يؤكدون الصورة الحقيقية لما يعانيه أبناء درعا على يد العصابات الإرهابية المجرمة. درعا كانت مقصد بعثة المراقبين العرب، فأهل مدينة الشهامة والكرامة كشفوا عن وجههم العربي الأصيل، وتداعى أبناؤها الشرفاء وتجمعوا في دوار البريد رفضا للإرهاب ودعما لمسيرة الإصلاح بقيادة الرئيس بشار الأسد، هاتفين لسياج الوطن وحامي أرضهم. أنا من درعا وجاي، كلنا من درعا، منقول بنروح بالدم نفديك يا بشار. نحن الله سوري وبشار وبس. بظالهم يقولوا الوفد العربي انزلوا على درعا، هاي هي درعا، وكلياتنا مع الوطن. نحب ان نقول كلنا في ذال هذا الوطن بوحدة وطنية لا تفريق لا طائفية. والله سوريا بشار وبس. طلعت احنا هون في الامن والجيش ونشوف الواقع اللي احنا عايشين فيه. وفد المراقبين الذي قصد مبنى المحافظة شق طريقه بين الجماهير المحتشدة والتقى عددا من أهالي وعوائل المتضررين واستمع لشهادات الناس، مما دفع بأحد أعضاء الوفد وأمام مشهد الحقيقة لأن يعلن صراحة انتماءه لبلد العروبة والكرامة. احنا مع سوريا مع سوريا مع سوريا. امبارح لما اجوا وراحوا على حمص، ليش لما اجى المذيع وحكى معهم وقال لهم شو رايكم بالشيء اللي صار، ليش هربوا كلياتهم؟ ليش ما بيحكوا الشيء اللي صار، الشيء الواقع على الارض؟ بس هدول جبنا ونحن بنقول لهم خسيتم كلياتكم، طالما بشار الاسد قائدنا نحن راسنا مرفوع لفوق. وبتمنى من الوفد انه ما يبيع ضميره ويكون صادق ويحكي اللي بيشوفه وما نهائيا ما يتخاذل. انا اشوف الوضع حقيقته، يعني انه الحمد لله ما في شيء عندنا، يعني وانه اللي عم بصير بس شويه مخربين شويه مسلحين عم يحاولوا يخربوا البلد. عنكم ضمير ودم عربي بيجري بدمكم بعروقكم فعلا، بتجوا بتصوروا هالشعب هذا اللي بده سوريا وبشار. دامك يا حمد حط على راسك العقال، وهذا انا رميت العقال من خاطر حمد، اوجه رساله لكل عشائر سوريا، ما حد حط العقال على راسي الا يتحاسب حمد على خيانته. المراقبون وجدوا مشهدا واقعيا لا يروق للذين كانوا يمنون النفس بأجواء أخرى تستجيب لرغباتهم وتتقاطع مع النيات التي أعدت تفاصيلها مسبقا وتناغمت مع الغاية التي توهموا منذ البداية أنها يجب أن تترجم، لكن للحقيقة لغة واحدة يرسمها السوريون، آملين من ما جاء باسم الجامعة العربية أن يكون وفيا للعروبة وفيا للأمانة في نقل الصورة عن سوريا.